السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقود الذكية أو السمارت كونتراكت دي جزء من تقنية البلوك تشين. البلوك تشين عبارة عن إيه؟ البلوك اللي هي الكتل أو سلاسل الكتل، بحيث إن أنت بتكتب في كتلة معينة وهي مرتبطة بالكتل اللي حواليها، والكلام اللي بتكتبه مبقاش موجود في مكان واحد، لأ ده بيبقى موجود على أجهزة كتيرة جدا. فلو حصل إن حد حاول إن هو يعدل في حاجة، محتاج إن هو يعدل مثلا في 50 مكان في نفس اللحظة، فلذلك بيقال ان مستحيل ان انت تزور فيها. يعني لو موجوده مثلا على جهاز ممكن تخترقه، انما لما يكون موجود على مليون جهاز ده صعب الاختراق. وعشان يشجعوا الناس انها تتسطب الجهاز ويخلوا العود على الاجهزه كلها، حتى لو ما عندوش بيتكوين بيعملوا حاجه اسمها التعدين، بحيث ان انت لما تخلي جهازك شغال بتاخد بيتكوين. ما تحاولش تعمل الموضوع دوت، لان فاتوره الكهرباء هتيجي بقيمه البيتكوين اللي انت هتعمله، فبلاش. تمام، اللي بيعمل حاجه زي كده ممكن يكون مثلا عنده كهرباء ببلاش مثلا، حاجه زي كده. طيب خلينا نرجع لموضوع العقد الذكي. العقد الذكي ده انت بتكتبه في البلوك تشين، هو بيبقى موجود بتلقائي ومفيش احتماليه للغش، ولو حد عدل فيه هيبان عند بقيه الناس ان الملف ده مساحته متغيره، حجمه متغير، فده في تسويق. طيب هتتعمل ازاي؟ انها تكتب عقد ذكي ان هيتم تحويل مثلا قيمه من المال، غالبا بتبقى اللي هي البيتكوين او الحاجات اللي زيها، على اساس ما تعديش من على البنوك، ما يبقاش في سلطه بتتحكم فيها، ما يبقاش في حد بياخد قيمه من المال مقابل ان هو بينقل الفلوس. ما بياخدش وقت على ما ينقل، لا خلال ثانيه او ثانيتين تكون الفلوس نزلت في المحفظة بتاعتك. فاحنا بنتفق ان انت تعمل الخدمة دي خلال فترة معينة، اول ما تحصل الموضوع دوت خلاص الفلوس هتحول لك تلقائي. فالعقد بيحتاج قيمة معينة من الفلوس، بحيث ان لما تحصل الخدمة الفلوس هتتحول تلقائي، لو ما تمش الخدمة الفلوس مش هتتحول. ده مجرد مثال لشرح فكرة العقد الذكي اللي فيه حكومات كتيرة بتحاول ان هو تطبقه دلوقتي. وطبعا بيبقى فيه جمل شرطيه برمجيه عشان ما يبقاش فيه اي التباس او اي ثغرات قانونيه. ممكن يتم بين اشخاص واشخاص، ممكن يتم بين شركات وشركات، بين دول ودول، افراد وشركات، مفيش اي حدود للاستخدام او الاتفاق اللي ممكن نعمله. فالموضوع ده بدا يتم باشكال كتيره جدا، بدا يتم عشان الاحتفاظ بالملكيه الفكريه في العقارات، في تجارب طبية، في معاملات بنكية، في انترنت الاشياء، في حاجات كتيرة جدا بتستخدم العقود الذكية السمارت كونتراكت.